السلام عليكم، معي مرابط رئيس جمعية اليسر للتنمية والتخييم. جمعية اليسر هي جمعية شبابية، كافة أعضاء المكتب هما شباب. تأسست سنة 2014 مدينة القنيطرة، حاليا عندها مجموعة ديال الفروع على الصعيد الوطني. الجمعية كتشتغل في مجال الطفولة والشباب. الطفولة كنشتغلوا على طيلة السنة عبر فضاءات وزارة الشباب والرياضة، اللي من خلالهم كنحاولوا أننا نسقلوا واحد القدرات والمعارف المدركية ديال الأطفال، وكذلك الشباب اللي كنحاولوا أننا نساهموا في مجال التنمية الذاتية ومجال القراءة ومجال المقامات اللغوية، يعني اللغات، يعني مجموعة ديال المحاور كنشتغلوا فيها مع الشباب. من غير ذلك عندنا المهرجانات، يعني الجمعية دارت المهرجان طالون دور بروميير إيديسيون السنة الفارطة، اللي كان حضر فيها صويلح والفنان الكبير فريد غنام، كذلك طالون دور فيستيفال طالون دور اللي كيهتم بالمرأة، اللي حضر فيه زكريا الغفولي وصباح ميركو ومجموعة ديال الفنانات اللي كانوا تكرموا. وكذلك كنشتغلوا على مجال الطفولة بالنسبة للمخيمات الصيفية اللي كيستافدوا منها مجموعة ديال الأطفال، أطفال المناطق المهمشة اللي مشاو هاد السنة مشاو بالمجان، كذلك أطفال الخيرية ومجموعة ديال الأطفال اللي استافدوا من المخيمات الصيفية. ومن بين الأنشطة اللي غادي ننظموا حاليا اللي هو مهرجان طالون دور، فيستيفال طالون دور في دورته الثانية، مهرجان المواهب الذهبية في دورته الثانية، اللي كيستهدف شباب إقليم القنيطرة، وهو عبارة عن مسابقة في الكوميديا ومسابقة في الغناء، مسابقتين، وهاد المسابقات غيكونوا على الصعيد الإقليم. غادي تكون لانسكريبسيون تسجيل في المسابقات يوم الجمعة والسبت والأحد، لو 1 إلي 2 مارس، لو 3 مارس، في ساحة البلدية. لا يكون واحد الدار وتماكين اللي غنستقبلوا فيه جميع الشباب اللي بغاو لهم رغبه في المشاركه في مسابقه الغناء وكذلك مسابقه الكوميديا. السن ديال الناس اللي غادي يشاركوا ما بين 12 سنه حتى 34 سنه، وغادي تكون المسابقه ما بين دار الشباب، ما بين مركز التكوين وتقويه قدرات النساء ديال السي خالد ازوار، ما بين كذلك المركب الثقافي والحفل، وكذلك مدرسه ديال دون بوسكو، اللي هي غادي يشاركوا وليداتها في هاد المسابقات وهاد المهرجان ككل. والحفل الختامي ان شاء الله غيكون لنا في مارس في المركب الثقافي، اللي غيحضروا ليه مجموعه ديال الفنانه، اللي من ضمنهم السي فلان حسن فلان، غيحضر بشرى اهريش، غتحضر امال، الفنانة أمال، غيحضر يونس الجندي، يعني مجموعة الفنانة اللي غادي تكرموا، وكذلك عاد مشاركة ديال الفنانة الشباب بحال الشاب ياسين بادي، وكذلك الشاب أشرف مالك، كذلك مجموعة ديال جروب شوقي اللي عندهم مجموعة عيساوية، كذلك حضور الفنان المتألق الذي أبرز خلال هذه الشهور الأخيرة اللي هو الفنان المتألق مهدي مزين، اللي غادي يكون هو نجم هذه السهرة هذه إن شاء الله، وكذلك مجموعة فقرات ديال الجمعية اليسر، وكذلك تتويج الفائزين مسابقة الكوميديا وفائز مسابقة الغناء. غادي نحاولوا نشوفوا أنهم يدوزوا مع فحال الفائز في مسابقة الكوميديا، واخا ما كنتش بغيت ندير نخليها مفاجأة ولكن نقولها دابا، فائز مسابقة الكوميديا غادي يدوز مع هشام مسرار، وكذلك الفائز مسابقة الغناء غيكون مع رشيد العلالي إن شاء الله إلا كتب. هادو هما الجوائز، كذلك كاين جوائز مادية واحدة أخرى. المهرجان كيتكلف به عبدور بيه، هو مدير المهرجان، كذلك المدير الفني للمهرجان سي خالد الضليمي، اللي صديق ابن مدينة الدار البيضاء وصديق عزيز، اللي هو تيتكلف بهذا المجال الفني كل ما يخص الفنانة والتنسيق في المجال الفني، كذلك سي القادر حروش، يعني مجموعة الستاف اللي كاين في الجمعية كنشكرهم كاملين بهذه المناسبة، اللي هما أطور ديال الجمعية، كاين ياسمين سعيد، مجموعة ديال الأطور اللي ما تعذر عليهم أنهم يحضروا معنا في هاد التسجيل، ولكن كنوجه لهم التحية وإن شاء الله كنرحبوا بكم أنتم كموقع كنيطرة 36 اللي هو موقع رائد في مدينة القنيطرة، كنقول لكم مرحبا بكم في مهرجان المواهب الذهبية في نسخته الثانية، وتحية لجميع
الناس اللي كيتابعوا جمعيه اليسر للتنميه والتخييم. تحيه لجميع الشباب، تحيه لجميع مدينه سكان مدينه القنيطره. كنقول لكم مرحبا بكم في مهرجان طالون دور دوزيام اديسيون، وشكرا.